سعادة النائب الدكتور علي الحجاحجة عضو مجلس النواب الأردني، سعادتك مساء الخير. الله يسعد مساك هلا بالحبيب. الله يعطيك العافية، طمني عنك. يا مرحبا، الله يطول أمورك عمرك طيبة. خليك. نحمد الله، هلا بالحبيب الغالي، يعني أنت نائب ومشرع ومراقب، كيف ترى الإجراءات الاحترازية لهذا المرض وتعاون الشعب الأردني؟ احنا بنقول اليوم إن شاء الله في نهاياتها، كنا بداية هذا المرض الشعب الأردني شوي في عنده ململة أنه الحجر والحظر، وتعرف اليوم احنا تعودنا، يعني 60-70% من الشعب الأردني تعود على موضوع الحجر أو الحظر، ونطلع من العشرة للستة بمشيا على الأقدام، وبالتالي يعني أنا مش شايف فيها مشكلة. كيف صحيح. ترى وتقرأ المشهد سعادة النائب علي؟ الله يسعد مساك. هلا يا سيدي. سيدي، من خلال منبرك الطيبة، وش تحية لسيدنا، وتحية لقواتنا المسلحة، أجهزتنا الأمنية، الجيش الأبيض، الكوادر الطبية في مختلف المواقع، للإعلام المتميز، لكل مخلص في هذا البلد الطيب. الحمد لله. الحمد لله. سيدي، نحكيها بصراحة، والتجربة خير دليل وخير برهان على ذلك. صحيح. شعبنا الأردني للأمانة ضرب أروع الأمثلة بانسجامه مع القرارات الدولة الأردنية وسرعة تكيفه والقدرة على ضبط النفس والاحتمال. كانت في البداية أنه والله الحظر، وإذا تلاحظ الآن وحتى في 48 ساعة اللي مضت في الحظر الشامل، نعم، كان شبه صفر. يعني التجاوزات قد تكون مبررة لبعضها، أو قد تكون تجاوزات غير مقصودة أو عفوية أو كذا، لكنها لا تذكر نسبة لعدد الشعب الأردني، هي تقريبا 0% أو نحو ذلك. نعم. هذا دليل على أنه الأردني صاحب إرادة وصاحب هدف، وإذا ما قرر على عمل شيء إيجابي يستطيع أن يعمله. والشيء اللي نشوفه الآن بالانسجام والتناغم ما بين مختلف مؤسسات الدولة وما بين الشعب الأردني، طبعا قطاع عام أو قطاع خاص، والشعب الأردني انسجام عز نظيره على مستوى العالم. نعم. التكيف المواطن الأردني اليوم مع، لأنه يعرف أدرك أنه الحظر هو لمصلحته، ليس سجنا، ليس إجبارا، ليس عقوبة، ولكنه أدرك أن هذا الحظر هو لمصلحة الأردني، لمصلحتي أنا بشكل شخصي، ولمصلحة أسرتي، ولمصلحة أقاربي وأصدقائي، والمجتمع بشكل عام. نعم. وهذا دليل، يعني نسأل الله أن يكون هذا النصر الذي قاعد ليتحقق الآن يوم بعد يوم، يستمر هذا النصر إلى أن يتم نصر حقيقي شامل على كل مداخل ومنافذ هذا الفيروس، العدو الغاشم خلينا نسميه. نعم. القرارات اللي تمت ندرك، والشعب الأردني يدرك، أن هناك متابعة حثيثة من قيادة من قيادة هذا البلد الطيب لكل مفاصل الأمور، يعني مدرك المواطن أن ما تم هو لصالحه، وأن الإجراءات التي تتم أنا جزء منها. يعني يمكن اليوم أدرك المواطن أن الحظر الذي تم أنا دوري، والدور الوطني اللي ممكن أنا أقوم فيه إن أنني ألتزم بالقرارات التي تصدر، لأني عندي ثقة بمختلف القرارات التي تصدر أنها لمصلحتي والمصلحة العليا لبلدنا. نعم. فلذلك ما تم وما يتم الآن من إجراءات قاعدين يعني شوف الإجراء اللي تلمسه، يعني تنفذه خلال اليوم، تنتظر نتائجه تقريبا، وإن كانت يعني لا تكون بهذه الدقة، تنتظر نتائجه في الإيجاز الصحفي الذي يقدمه وزير الإعلام، وزير الصحة، وكأنه نتائج عملك تأخذها في نهاية اليوم، تلاحظ أن النتائج تماما كالميزان، تبين عندك أن نتائج الإصابات 5-4-10-12 كذا، إذن هي برينج مأمون جدا، وأقل، ألاحظه أقل من، بفضل الله، أقل من النسب التي كانت متوقعة، وأنه سيزداد العدد وكذا، ونعمل أن يكون هذا الوعي وهذا الإدراك وهذا الحيطة وهذا الجهد الوطني عموما، يعني ما حدا قصر فيه للأمانة، كل من 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 جهته يثمر على أرض الواقع، ونحن إن شاء الله يعني في المراحل الأخيرة بإذن الله، بإذن الله نتفاعل، ويعني التفاعل بالخير تجدوه، أن تكون هذه الثمرة قريبا أن نقطفها، بأن نستولي يعني سعادتك، يعني سعادتك، وبعد يعني خطاب جلالة الملك، يعني طمنا في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله ستعود المدارس، الطلاب المدارس والطلاب للجامعات، ستعود الكنائس والمساجد لاستقبال، ويعني تحدث جلالة الملك، يعني ريح الشعب الأردني نفسيا، ارتاح. صحيح.
سام بيك جلالة الملك عندما يتحدث لا يتحدث عواطف، يعني هذا أكيد. هذا الحديث اللي تحدث فيه وهذا الأمل اللي أعطاه للناس وقرب انفراج الأزمة لم يكن هو إرضاء للحظة ولا إرضاء لموقف صحيح. ولا أبدا، يكون هذا مبني على دراسات علمية وعلى خطة استراتيجية وعلى توقعات موجودة مبنية على أرض الواقع. نعم. وما هي في الخفاء حتى المواطن العادي قد لا يعني بالتأكيد لا يعلم بها، لكن هذه الرسائل التطمينية جاءت رسائل أيضا للجميع أن نتفاعل وأن نبث بذور التفاعل والإيجابية والانطلاق إلى الأمام وأن يستعد كل واحد منا للمرحلة القادمة بالعطاء وبالتفاعل، يعني بمعنى أنه ما نحن فيه الآن ما هو إلا مرحلة استثنائية، علينا جميعا أن يعني نمسك أنفسنا ونتحمل على ذاتنا في هذا الضغط في هذا الحظر في هذا. طبعا الواحد مش عايش اليوم بأريحيته، الكل سواء كجانب اقتصادي جانب استثماري جانب عملي مهني جانب تعليمي مش عايشين بالأريحية اللي احنا بنياها، وطبعا هذا ظرف استثنائي صحيح. والقرارات التي تتم عليه هي قرارات استثنائية بناء يعني علينا نتحمل شوي نتحمل يعني زي مثل اي دولة في العالم. صحيح، بل على العكس انا بقول هذه فرصة للأردنيين وهم اثبتوا ذلك انه احنا نكون نموذج للعالم نموذج على ونحن كذلك سيدي ونحن كذلك. جلالة الملك قال انتم كبار امام الامم. يا سلام، هذه يعني هذه تدرس وهذه مقولة تسطر بالذهب كما يقال، انه جلالة الملك يسجل فخره واعتزازه بالاردني، وكما اسست في حديثي لك بسام بيك انه هذا الفخر والاعتزاز لم ياتي فقط مجامله للشعب الاردني، ولكن عندما ياتي على لسان جلالة الملك ان نعتز فيك وافخر فيك واكبر فيك، ومعنى هذا ان الاردني ضرب مثال يحتذى، ونحن لاحظنا على وسائل التواصل المختلفه ان العالم كيف يتغلب الاردني في على ارض الواقع، وكيف يعني في ظل هذا يعني هذا الظرف الاستثنائي اللي الأردنيين عموما لم يعيشوا هذا الظرف ولم يعيشوا هذه الإجراءات، ومع ذلك كانوا سريعين في التعاطي معها والقدرة على التكيف معها. الآن أنا بقول هذه فرصة للأردنيين، يعني هذا الأمر فرض علينا جميعا، يعني مش بإرادتنا ولكن هذا فرض علينا جميعا، لكن أما وقد حدث أنا هذه أقول فرصة للأردنيين كل من موقعه كل مسؤول وسائل وأيا كان أن يسطر مثالاً يحتذى. سعادة النائب أنا أسف للمقاطعة، لكن بدأت الآن صافرات الإنذار في جميع مناطق المملكة بدءاً بحظر تجوال اعتبار من هذه اللحظات حفاظاً على سلامتهم. أنا أستأذنك سعادة النائب خليك بقى لا تروح، لكن لكل الإخوة المشاهدين الأعزاء على امتداد هذا الوطن العزيز، إذن بدأت صافرات الإنذار وذلك لبدء حظر التجوال في جميع مناطق المملكة، علينا عدم الخروج من منازلنا وعدم التواجد في أي منطقة من مناطق المملكة ولا حتى في الشوارع إلا لمن لهم تصاريح خاصة موقعة ومرتبة من الحكومة على المواطن الأردني لنتائج أفضل. عليكم الآن التواجد في منازلكم وعدم الخروج من المنازل قطعيا. هناك حالات اضطرارية حالات خاصة ستتعامل معها مديرية الدفاع المدني في كل مناطق المملكة، لذا علينا جميعا الالتزام. إذن علينا جميعا الالتزام بصافرات الإنذار وبدء الحظر التجوال اعتبار من هذه اللحظة ولغاية يوم غد الساعة 10 صباحا. علينا جميعا بعد سماع صافرة الإنذار أن نأخذ هذه الصافرة بمنتهى الجدية وعلى محمل الجد، لئلا يكون هناك بإذن الله تعالى حالات إصابات بمرض فيروس كورونا، وللحد منها يعني نتمنى منكم جميعا مرة ومرتين وثلاثة وأربعة أن نلتزم بما جاء في قانون الدفاع والحظر التجوال. اليوم وفي هذه اللحظات الصافرات تنبه كل المواطنين بعدم التجوال نهائيا وعدم الخروج نهائيا إلا يوم غد في تمام الساعة 10 صباحا ومشيا على الأقدام لاحتياجاتكم في بكل وسائل حياتنا. فبالتالي نتمنى دائما السلام للجميع، ونتمنى دائما أن نكون على قدر من المسؤولية المجتمعية اتجاه وطننا واتجاه أهلنا واتجاه أيضا جلالة الملك عبد الله الثاني طول عمره الذي يقود السفينة بأمان، وبإذن الله سيصلنا إلى بر الأمان بجهوده بتوجيهاته الملكية للحكومة. ونحن شعب علينا 99% من أن نكون طاردين لهذا الفيروس بتكاتفنا وتفهمنا وتعاضدنا أيضا، بإذن الله سنصل إلى بر الأمان وسننتصر. سعادة النائب الأستاذ علي الحجاج أنا أسف للمقاطعة سيدي. أبدا يا حبيبي.
كلامك طيب ويحترم. إذا سمحت لي من منبرك الطيب أستاذ بسام وأنت الإعلام الغالي، أنا بقول في هذه يعني رسالة لكل من يسمعني، بقول هذه رسالة فرصة لنا ما دام إحنا موجودين في بيوتنا، المفروض أن نستغل هذه الظروف حتى نكون إيجابيين. نعم. يمكن إحنا كنا سابقا بنقول إحنا في مواقع عملنا نتيجة ضغوط العمل، ضغوط الاجتماعية، مش قادرين نقعد مع أسرنا، مش قادرين نرتاح. الآن فرصة لإعادة برمجة ذاتك، برمجة ذاتك مع أسرتك. الآن كثير بإمكانك أن تستثمر كثير من المهارات لدى الأبناء، لدى الأفراد الأسرة، أن تعيد ترتيب أمورك، أن تستغل وتستثمر وقتك اللي موجود فيه. يعني أنا إذا بدي أخدم وطني ما أكون في هذه الفترات إنتاجي صفر أو عطائي صفر، بالعكس أكون منتج خلال بيتي، خلال فترة وجودي وتواجدي ببيتي، إما أن أقرأ كتابا مثلا، إما أن أزيد مهاراتي. موضوع التعلم عن بعد أن أتفاعل معه وتعاطى معه بإيجابية. يعني بعض الناس والأغلب ودراسات تقول أنه الأغلب يتعامل بإيجابية مع التعلم عن بعد، والتعلم عن بعد هو للعلم، والعمل عن بعد حتى هو ثقافة مجتمعية لدى كثير من شعوب العالم. صحيح. إحنا جات الآن هذا تمرين عملي أن نمارسه من منازلنا، ومجبرين عليه اليوم، وليكن هذا ثقافة عنا أن نقوم بعملنا بجزء كبير من عملنا من خلال الأونلاين أو العمل عن بعد، وكذلك نستثمر التعليم والتعلم عن بعد في هذه الظرف. استثماراتنا المتاحة ضمن موجود، يعني إحنا نعيش اليوم ظرف استثنائي، مش كل المطلوب عنا متاح لا شراء ولا الإيرادات كما هي. إذا معنى ذلك أنه علينا أن نستثمر الموارد المتاحة في بيوتنا بحدها الأدنى. نعم. يعني ما تعيش على أنه كل شيء متاح لك، كل شيء متوفر، أنت إمكانياتك محدودة، سواء إيراداتك في بعض الأسر دخلها الآن أصبح صفر، معنى ذلك بدها تتكيف. الجانب الآخر قضية التكافل الاجتماعي، يعني ليس بالضرورة أن يكون هناك التكافل الاجتماعي هو الشيء المعلن والجانب الرسمي. لنعد إلى السابق وما كان يعيش عليه آبائنا وأجدادنا في تعاملهم وتعاطيهم مع الأقارب والمحيط، أن تتواصل الناس مع بعضها، المحتاج يتكافل مع المحتاجين حتى لا نشعر الفقير بفقره وبعوزه. خاصة نحن نعرف جميعا أن هناك كثير من الناس الذين يعملون بمفردهم أو عمل يدوي أو عمل فردي أو بمصلحة خاصة لمفرده، اليوم إنتاجيته أصبحت صفر، ما في عنده إيراد. معنى ذلك وأنا أعرف تماما أن هذا إذا اشتغل حصل، إذا ما اشتغل ما حصل شيء. الأصل منا جميعا أن نتكاتف مع هذه الفئة ولا نغفل عنها، ونتذكر ونذكر بعضنا جميعا أن هناك كثير من هؤلاء الناس، والشعب الأردني صاحب كرامة وشهامة. نعم. كثير من الناس لا يسألون الناس إلحافا، يعني يسكت ويبيت طاويا من الجوع ومن الحاجة ومن الفاقة، وبعضهم لا يسأل الناس. علينا نحن أن نبادر ونتقدم إلى هؤلاء الناس حتى نتجاوز هذه المرحلة بإذن الله تعالى. نعم. شكرا سعادة النائب علي الحجاجة عضو مجلس النواب الأردني، تحياتي لك، وإن شاء الله نتمنى سلام الجميع سيد، تحياتي لك. شكرا سيد بسام، الله يكرمك. على سعادتك. شكرا حبيبي.